السلام عليكم صباح الخير صباح الحب يا اهل الحب صباح الجمال طبعا اليوم باذن الواحد الاحد بالليل الساعة التاسعة مباراة نادي العدالة في مدينة الامير عبد الله بن جلوي باذن الله الساعة التاسعة مساء دخولك مجانا دخول للمباراة مجانا وجبة عشاء مجانا كوبون تاخذ وجبة عشاء ثالث حاجة تذكرة دخول مدينة جواثة مجانا رابع شيء تدخل على سحب 250 جائزة 250 جائزة راح تدخل عليهم في السحب منهم ذهب منهم جوالات منهم كرة أشياء كثيرة أساور ذهب يعني مدلعينكم حبايب بقلبي والله مدلعينكم فان شاء الله فالهم الفوز ونتمنى لهم الفوز ونبي المدرجات فل الليله باذن الله باذن